السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله على كل شيء قدير. خلصنا صفات مين؟ المنافقين. تمام؟ إذا حفظنا أول 5 آيات اللي هم صفات المتقين، بعدها 2 آية صفات الكفار، بعدين كل الآيات اللي بعدها لآية 20 هذول صفات مين؟ المنافقين، نسأل الله السلام. طيب الحين نبدأ شيء جديد. الخطاب هنا للناس كافة، وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية 21 من سورة البقرة: وتعيها أذن واعية. يا أيها هنا في حكم، هنا بنقول عنه الياء لو احنا كتبناها لوحدنا بنكتب يا لحالها، بعدين ايها لوحدها، صح ولا لا؟ هنا في القرآن موصولين مع بعض، فهي ما ياخد حكم المنفصل، ما ياخد حكم المنفصل. فاللي بيقرأ ب شو اسمه قصر المنفصل حيقول يا ايها، لكن اللي بيقرأوا بالتحقيق هيقرأوها يا أيها. واليا قلنا لما تكون مشددة الحكم فيها، جاوبوا، نبر شو؟ ضغط على المخرج ولا صوتا؟ جاوبوا صوت. تمام، لازم تجاوبوا عشان تعرفوا نفسكم هل حفظتوا مع التجويد ولا لسه، عشان تعرفوا تطبقوه. يا أيو أي أيو، قلت لكم همزة على وضع الابتسامة الخفيفة والياء على وضع الابتسامة الخفيفة. يا أيو يا أيو يا أيو أيو أيو، سامعين ولا بقول أيو أي أي؟ لا ما ضغطتش ابدا، لساني مرتاح للاخر. يها والها كلها كلمه على بعضها مرققه. عندي الف في اخر يها يا ايها، وعندي همزه وصل بعديها، ما الحكم؟ نعم، نسقط الالف في حال الوصل. ليش؟ منعا لالتقاء الساكنين. الالف ساكنه ولا الهمزه الوصل ما بتيجي الا لكلمه بدايتها ساكن، فاللام ادغمت بالنون فصارت ايش؟ نون مشدده، اول النون اللي هي بتكون ساكن. اذا يا ايهن ايهنها هن، بجيبش الالف ابدا، سقط سقط. يا أيها النا، ضغطي على مخرج النون فقط، بضغطش على خيشومي بيطلع صوت عجبة. تمام، يا أيها كل اقرأي بس لسانيا الخيشوم بيشتغل لحاله. الغنة مشددة، غنة المشدد كم أكمل ما تكون، يعني من 4 إلى 5 حركات تقريبا. أنا ولا نا نا، لا مش نا، أنا على وضع النون، نا اطلعي مد، سو السين مضمومة وبعديها اجى حرف عين ساكن، ففي الوصل يا أيها الناس سوع، لازم ترجعي إلى وضع الساكن في العين وتجيبي عين على وضع الساكن. قلنا العين من الحروف اللي بنجيبها بابتسامة. ده
اعبدوا، لو بدي أبدأ كلمة اعبدوا هجيب الهمزة الوصل بالضم. ليش؟ لأنه ثالث الفعل مضمون ضم أصلي. اعبو، هذا في حال لو بدي أبدأ فيها، لكن في الوصل الناس اعبو لازم ترجع على وضع الساكن للساكن، والمقلقل على وضع الساكن بس قلقليه في نفسه، يعني ما تثبت، اللي يثبت فقط كل الأحرف ما عدا المقلقل، ما عدا المقلقل. اعبدوا دو، الدال مضمومة وراها واو خالي من الحركة، يعني معناته حرف مد. ممتاز، ما أجا بعدي لا همزة ولا سكون، إذا مد طبيعي بس سهلة. الراء مفتوحة حقول را 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 بس من غير ما أضغط ولا شيء. را، اعبدوا را، رب رب ب رب ب رب، المنطقة الجافة مع الجافة، مش رب مش رب، لا را رب رب ب رب كو كو كم كمو. الميم هنا أساسا هي ساكنة، تمام؟ لو شلنا الذي وقلنا ربكم خلقكم ترجع ساكنة، لكن أجت الذي، والذي تبدأ بساكن فصار عندي التقاء ساكنين، ميم الجمع قلت لكم إياها قبل هيك، واو الجر شو مالي، واو الجمع واو وميم الجمع يحرك بالضم منعا لالتقاء الساكنين، احفظوها. ميم واو للجمع بتدل على الجمع، فحنقول ربكم الله، مو مل ملذي ملذي ملذي، اتكاء هنا 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 ذي عشان يطلع استفال 90 درجة. ربكم الذي، ربكم الذي، الياء بعد الكسرة يعني معناته يا مدية لأنها خالية من حركة، اثنين حركة. خلاق خلاق خلاق، كم خلاقكم خلاقكم، خ لا 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 لق، الخاء مفخمة تفخيم منفتح، والقاف نفس الشيء خ ق بس اللام لا. خلاق كم والذين، انزلي واستفلي والذين، وهدي نبرة صوتك بالياء، والذين منقى منقى، سمعين صوت الغنة، نون خالي من الحركة بعدها قاف، حكم حكم شو؟ إخفاء إخفاء شو؟ إخفاء بغنة كاملة مفخمة. ليش؟ لأن القاف حرف مفخم، والغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. منق مي من قب قب ب، شوف القلقلة ب على وضع الساكن. من قب ليكم ليكم، ارجعوا للساكن في الميم. لعل لعل لعلكم لعلكم، ارجعوا للساكن في الميم. تت تت، ما قلتش تت تت تت، لانه التاء المتحركه الهمس بدخل في صفاتها كلياتها، ما بيكون واضح للسامع، هي موجود الهمس فيها ولكن ما بيكون واضح. تت تتقو تتقون اون، تمام. نقرأها سهلة صح؟ والله سهلة.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الله يسر لنا ولكم أمرنا. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معلش كلمة اللي بتعلموا تحقيق، أعوذ ليش يا عمي، ليش يا عمي، اقرأيها بسلاسة، اقرأيها بسلاسة الاستعادة وبس، ما بعدين حققي زي ما بدك، لأنها بتصير بعرف ما بيعجبني أبدا تحقيقكم فيها. هاي حتى أيمن سويد ما شاء الله الشيخ لما يقرأها بيقرأها بسهولة، ما بيقرأها بالأسلوب اللي أنتم بتقرأوها فيه يا محققين، الله يرضى عليكم يا رب. يا أيها الناس، يا أيها الناس، واضح؟ هذه ما بديش أمدها، بدي بس قصر المنفصل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سهل والله، سهل، إياك تقولي صعب أو إيش فيها صعوبة، ييسرها الله إلي وإلك ولكل المسلمين. نعيدها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرجوع إلى الساكن ضروري، مدام حرف ساكن رجوع للساكن قم لازم، واللي مش قادر يعملها يجيب مراية ويتدرب، يحط المراية قدامه قم هم بهالطريقة، يتدرب 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 لين ما يصير عنده الموضوع سلس ما فيش فيه أي مشكلة. ها، مش تتدربوا لي شوي وبعدين خلص وترجع على الخطأ مرة ثانية، أتقنتي عيديها 50 مرة بعديها عشان تصير معاكي إشي طبيعي فيك، شيء طبيعي فيك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يفرجها علينا وعلى أمة محمد. يلا إلى اللقاء.